والله ان شاء الله يا رب، هو قدوتنا نبينا وشفيعنا طبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. يدك سيدي سيدي هاشم سيدي احمد رفاعي الوزير نائب شيخ الطريق رفاعي الصوفيه، حضرنا دروسه بمنطقه المنصوريه يمكن الحين انا 58 سنه، يمكن حضرنا 40 سنه من احنا صغار، فكله هو كان السيد استغفر الله 50 سنه كله، وكل الحكماء ينادون، حتى هو كان يحل المشاكل وايد، يعني صارت فتن بالكويت وماني قايلها، وبعضها سنه وشيعه، وكان يطفي نارها وغيره. فهو بالعكس، هو حتى ايام لما كانت مشكله الدكتور احمد الربعي الله يرحمه بالظفار، يقول انا مجلس الوزراء ايام الشيخ سعد، يقول انا طلبت من الشيخ سعد يقولوا واصدرنا العفو عليه، ومعاهم الجروب لدعي وغيرهم، يقولوا دشوا وبعدين عاشوا حياتهم الطبيعيه ورجعوا نواب مسؤمه وغيرهم. ويعني احنا مع العفو وكل شيء، بس احنا لازم تنحفظ الحقوق. يعني اذا هم تعدوا على ناس بكلام او غلطوا على ناس او لهم حقوق، لازم انهم يعني يحفظونها. بنفس الوقت احنا مع الدوله مع حكومتنا، ليش؟ ان الله بالقران يقول اطيعوا الله ورسوله للامر منكم، لازم نطيعهم. حكومتنا الموقره وشيخنا على الصباح الكرام امينا الشيخ نواف احمد الصباح، والشيخ مشعل احمد صباح رئيس وزرائنا، الشيخ صباح الخالد صباح رئيس امتنا مرزوق على اثنين القانون، والنواب كلهم وزراء. يدك سيد يوسف رفاعي بحياته ما شفته غلط على احد، حتى ماني قال الشخصيات اللي اختلف معاهم بعدين رد تراضى وياهم قبل لا يتوفى او بعضهم يوله. فاحنا مع الحوار ومع شيء، بس انهم فيهم حتى يعني الله يغفر لهم تكلموا عن لما سووا ندوات ثلاثه من الصوفيه فيهم الشعوب وفيهم غلطوا، لازم بعضهم مو شغله سياسيه بس لازم يعتذرون. يعني بنفس الوقت ان انا يعني قاعد اتذكر ان نبي احنا، انا والله اليوم قاعد افكر احنا ودنا بكيان غير مجلس الامه، صراحه مجلس الامه يعني الفتره الاخيره ما قاعد يفيدنا يا سيد، اخر فتره يعني ما قاعد يحقق طموحنا، حتى انا اليوم اتكلم مجلس البلدي احسن مواضيعه، يعني اشوف مجلس امه واش باليوتيوبات وصراخ ونقاش، والحين اهدينا ردينا تهاوشنا وحنا ورنا، احنا شنو استفدنا؟ دوله رابع عقلنا، دوله ثالث دوله بالعالم، ما نعرف نقدم مشاريع قوانين، ما نعرف هذا. فاستغفر الله، مو عن قصدي ان ما نبي دستور 62 او مجلس امه، بس قاعد اشوف انا يعني في عناصر زينه، بس ما ادري مجلس امه حسه ما، يعني ان شاء الله عقب الصلح ما ندري، عقب العفو مال صاحب السمو، بس احس ان مجلس امه سيد ما قاعد يحقق طموح الكويتيين. هل انت مع العفو الخاص ام العفو الشامل؟ والله انا ما ادري، انا لا ما انا الوالد كان كله ياشر بصبعه يقول السلطه القضائيه البرلمانيه التنفيذيه ما يصير التداخل، هم حين صاحب السمو ناداهم ثلاثتهم ما شاء الله وهذا. بس احنا قلت لك بالنهايه يعني نبي كيان استغفر الله، يعني انا ماني قايل حتى استغفر الله، حتى يدك سيد يوسف رفاعي الشيخ ناصر محمد الاحمد رئيس وزرائنا 2006 نادى الوالد البلدي، وبس ما انا ما لحقت على توم بيمشون، كان بيسوي مجلس شورى وكاتب يدك بالاوراق، انا سويتها فيديو ان احنا نطالب بمجلس شورى، يعني حتى يعني مجلس شورى مجلس سمو ولا شو؟ لا يعني احنا نبي، ما ادري اشوف مجلس سمو، انت يعني معاي انت ان شاء الله الحين عمرك يعني 17 16، بس ما اني شايف انا حاليا مجلس امه يعني ماني شايف زبده، مثل ما يقولون نخض اللبن ما يطلع، ما نشوف يعني اخر سنين خاصه هذا المجلس الحين سنه ما كله صراخ، هذا وهذا ليش يراضي هذا وهذا ليش وهذا، ويعني نحس في ما ادري، والحكومه يعني تبي تراضي هذا يزعل هذا، ما فما احس مجلس امه يعني اخر فتره حتى الشخصيات شويه بدات تبتعد، الاحظهم انا اللي هم حتى الوزراء خايفين من الاستجوابات، الحكومة حيدت الاستجوابات ردوا مرة ثانية الحين يبون الاستجوابات، وتحس ان وضع البلد يعني دولة في مقومات النجاح كلها فيها، بس ماني قايل يعني السلطة البرلمانية حتى يعني الحين نشوف المجلس امه الوفود اول يسافرون، الحين اول مجلس امه للكويت والنواب ما يسافرون مع رئيس مجلس امه، شنو السالفة؟ حتى حرب البسوس ما صارت كذي، صار الشهيد من اي لا، بس نبيهم يا اخي ينفتحون مع الرئيس وخلاص، يعني حتى حرب غابر ولا هذا انحلت، شنو اللي صاير؟ كلنا مثل ما يقولون كل من عارف اخيه، لازم احنا نفكر اذا ما مشى، انا اقول يعني بدون زعم نفكر بكيان غير مجلس امه. وفي كفاءات وايد، حتى لو فتره تامل سنه سنتين، شوف مجلس شورى، نشوف طريقه، ثم ما قاعد يعني للاسف يعني حتى عبيد الوسمي المطير جزاه الله خير فكر تفكير حلو، والحين قاعد يضربون فيه، ليش يا ناس؟ نبي احنا نمشي، نبي سمورنا، كل احنا الناس دول برا العالم قاعد يستفيدون من فلوسنا واستثماراتنا، واحنا بديرتنا حارمين روحنا بالصراعات.
وصلي على الحبيب. واليوم اللي معانا بستريح، وهاي ذكر الله.